السلام عليكم. بعد أسبوعين من الانقلاب الذي نفذه قادة عسكريون في النيجر على الرئيس محمد بازوم، ما تزال البلاد ومنطقة غرب إفريقيا تترقب ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل تلويح مستمر باستعمال القوة من قبل دول مجموعة غرب إفريقيا المعروفة اختصارا إيكواس، ما لم يعد الرئيس النيجري إلى السلطة، ووعيد مقابل من الحكام الجدد لنيامي بقتل الرئيس إذا ما تدخلت المجموعة الإفريقية عسكريا. وعلى خط موازن، تواصل باريس نفث نيران غضبها على قادة الانقلاب بسبب ما يرى مراقبون أنه انحسار جديد وخطير للنفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا ضمن مسلسل تدهور الدور الفرنسي في المنطقة منذ سنوات. نتوقف في حلقة هذا الأسبوع من حديث العرب مع دلالة الانقلاب في سياق تفاعل سياسي وأمني وعسكري دولي يحكمه منطق الصراع على النفوذ بين القوى الكبرى أمريكا والصين وروسيا. نبدأ حديثنا بعد متابعة التقرير. هو في تعريفه البسيط انقلاب كغيره من الانقلابات التي شهدتها القارة الإفريقية، فمجموعة من العسكريين عزلوا الرئيس المدني في النيجر محمد بازوم واستولوا على السلطة بالقوة. لكن الأمر هذه المرة يختلف من حيث الأسباب والتداعيات، فالرئيس المعزول متهم بالتماهي في سياساته مع الأهداف الاستعمارية لفرنسا التي يمتد نفوذها سياسياً واقتصادياً ليس في النيجر وحدها، بل في العديد من مستعمراتها القديمة غربي القارة الإفريقية. هذا عن الأسباب، أما التداعيات فليس أدل عليها من إعلان قادة الانقلاب قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، بينما في المقابل أعلنت باريس أن هذا الانقلاب غير شرعي وأنها لن تعترف بسلطته في النيجر. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، والتي تضم 15 دولة من دول الساحل الإفريقي، فرضت من جانبها عقوبات اقتصادية على سلطة الانقلاب الجديد، مؤكدة أن كل الخيارات تبقى مفتوحة من أجل إنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية إلى النيجر، بما يتضمن احتمال التدخل العسكري. إلا أن بعض المحللين لا يرجحون ذلك الاحتمال بالنظر إلى تعقيدات المواقف الدولية ولعبة المصالح بين الدول الكبرى، التي قد تفرض سياقاً أقل حدة للتعامل مع الانقلاب خشية الانزلاق نحو حرب إقليمية واسعة النطاق. أما قادة الانقلاب فيبدو أن الخيارات أمامهم محدودة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والضغوط الدولية والإقليمية، الأمر الذي يفتح الباب مجدداً على احتمالات متنوعة على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري. وبحسب محللين، فإن أزمة الانقلاب في النيجر كشفت عن الانتقائية السياسية وازدواجية معايير المجتمع الدولي، فالتحرك العاجل لا يبدأ عندما تنتهك الديمقراطية أو حقوق الإنسان كما جرى ويجري في الشمال الإفريقي والمنطقة العربية، وإنما يكون التحرك الدولي فاعلاً فقط عندما تمس مصالح الدول الكبرى. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا عبر سكايب كل من الدكتور محمد الشيخ بانان، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة ابن زهر المغربية ويشاركنا من العاصمة المغربية الدار البيضاء، ومن اسطنبول الأستاذ محمد صالح مدير المركز الإفريقي للإبحاث ودراسة السياسات، كما يشاركنا عبر الهاتف الأستاذ مختار وداعة الله المحلل السياسي وهو معنا من مدينة أم حجر البطحاء في دولة تشاد. أهلا بكم جميعا. نبدأ بالمغرب دكتور محمد. شهدنا انقلابات كثيرة في الآونة الأخيرة، في السنين الأخيرة شهدنا انقلابا دمويا في مصر، شهدنا انقلابات أخرى في دول إفريقية،
لكن لم نشاهد مع هذه الانقلابات هذا الاهتمام الدولي وهذه الغضبة الدولية إذا صح التعبير. هل من تفسير سياسي أو استراتيجي أو بأي معنى دكتور محمد في المغرب، هل من تفسير سياسي ما لهذا الغضب الدولي في التعامل مع قضية الانقلاب في النيجر تحديدا؟ مشاهديك ومشاهدي قناة الرافدين، طبعا بالنسبة للانقلاب يأتي في سياق دولي معقد كما أسلفتم. هل الصوت مسموع؟ أسمعك تفضل. قلت هذا الانقلاب يأتي في سياق دولي معقد بين القوى كما تفضلتم، الصين وروسيا من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها المعسكر الغربي. لكن يجب أن ننتبه إلى مسألة غاية في الأهمية وإلى الواقع المازوم على المستوى الداخلي. فنحن نلاحظ أن إفريقيا لم تتمكن من بلورة ديمقراطية حقيقية. إفريقيا تاريخها هو قائم بين ديمقراطية هشة وانقلابات عسكرية أو هذه العسكرتارية الرخوة التي كذلك لم تستطيع أن تبني أنظمة قوية اقتصاديا، حتى المؤسسات العسكرية متشظية. لذلك فالسياق في الحقيقة هو معقد للغاية، لكن أرى أن أدوات الداخل فعلت فيه أكثر من أدوات الخارج. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها فرنسا يقران أنه لا يوجد دليل لتدخل روسيا، ويقولون أن روسيا والصين يحاولان أن يتلقف هذا الوضع الناشي. في المقابل إذا ما عدنا إلى الرئيس، هو رئيس منتخب وأول رئيس عربي كذلك ينتخب في النيجر، وهو جزء طبعا من النظام من الرئيس الذي كان قبله. والغريب في الأمر أن هذا الرئيس ما أن انتخب يعني بعد 3 أيام من تأديته للقسم كانت هناك محاولة انقلابية. والمطلعين على الوضع الداخلي يقولون إن هناك صراع عرقي قبلي كان له دور أساس فيما حصل. طيب أنا أسألك دكتور محمد في قضية هذا الاهتمام الدولي، لماذا أثار هذا الانقلاب غضب فرنسا واهتمام أمريكا ومتابعة المجموعة الأوروبية وتلويح بالقوة من قبل إيكواس مجموعة دول غرب إفريقيا؟ لماذا كل هذا الضجيج حول الانقلاب في النيجر من حيث لم نشهد مثل هذه الردود في انقلابات أخرى سواء في مصر أو حتى في غرب إفريقيا كما في بوركينا فاسو في مالي مثلا؟ الأساس من وراء هذه الضجة هو أن المصالح الفرنسية التاريخية مهددة، ففرنسا مهددة في معاقلها في قاعدتها الخلفية. وللإشارة هناك وعي على مستوى الوعي الشعبي العام الناشي في هذه البلدان، بلدان الساحل والصحراء، هو وعي اليوم معادي لفرنسا، لأن فرنسا نهبت ثروات، فرنسا المستعمر القديم الذي قتل الأجداد وشرد الشعوب، وهذه الشعوب لم تستفيد من فرنسا إلا الانقلابات والمأساة والإرهاب والنزاعات والنعرات الانفصالية. لذلك من الطبيعي أن 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 تقلق فرنسا على وجودها. فرنسا اليوم طردت من بوركينا فاسو، قبل ذلك من مالي، واليوم كذلك من النيجر. لا أعتقد أن الانقلابيون كان هذا هو دافعهم الأساس، وإنما هم تلقفوا هذا الوعي الناشي. كما تعلم أستاذ جهاد، فعندما تسأل أي مواطن في هذه الدول يقول لك نحن لم نحصد شيء من فرنسا إلا المسات، ويقول لك أنه من الأفضل أن نتجه شرقا، لأن على الأقل روسيا والصين على الأقل وإن كانوا يستفيدونهم الآن أو يحاولون من هذه الثروات الطبيعية، ولكن على الأقل يساهمون في بناء المؤسسات، في بناء المستشفيات إلى غير ذلك. على الأقل الشعب يستفيد من هؤلاء الوافدين الجدد على قاعدة رابح رابح كما هو متداول في هذه البلدان اليوم. طيب لو أردت أن أسأل محمد صالح في إسطنبول، انقلاب النيجر ربما يمثل أحدث مظاهر التغير العالم، التغير السياسي في العالم بعد الحرب الأوكرانية، على الأقل هذا ما يقول ما ذهب إليه الباحث الأمريكي ستيفن بلانج عندما كتب في موقع هيل الأمريكي يقول فيه، يربط فيه بين هذا الانقلاب وبين طموحات روسيا الإمبراطورية في إفريقيا، ومستدلا على ذلك بما أن هذا رؤية انعكاسه في القمة الإفريقية الروسية الأخيرة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. كيف يمكن أن نفهم هذا الربط بشكل أدق برأيك؟ أولا أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين أستاذ العزيز، وسعيد بالتواجد معكم هذا المساء. الأمر الآخر طبعا يعني إجابة على سؤالك،
هو طبعا لعل هذا اولا بالنسبه للتوجهات الغربيه، هناك مخاوف حقيقيه بان ما جرى في ما يجري في بالذات في منطقه الساحل، مجموعه دول الساحل والصحراء في السنوات الاخيره مخيف بالنسبه للتوجهات الغربيه والحلفاء بما فيه فرنسا والولايات المتحده الامريكيه وكل الدول التي تتحالف معها، لجهه ان هذا يعني بالضروره تقلص النفوذ السياسي والاقتصادي والامني والعسكري في هذه المنطقه، وبالتالي احلال حلفاء اخرين سيستفيدون من هذه المنطقه ويتمدد بعدها الى افريقيا في ظل خروج حقيقه اجيال جديده في افريقيا، سواء كان من الحكام او العساكر او غيرهم، يعني تذهب في اتجاه التحرر الحقيقي من هيمنه الاجنبي بشكل عام. السياق الذي جرى في النيجر حقيقه تفكير يعني مهم تفكيكه على ان هناك احدث ربكه، ما جرى الانقلاب الذي جرى في احدث ربكه كبيره على المستوى الدولي وعلى المستوى الاقليمي، هذا صحيح. ذلك لان ما تمثله النيجر من جغرافيا وما تمثله النيجر من ربط لمنطقه الصحراء من الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الشمال والعكس، وما تمثله من ثروات بعد ذلك، يعني كل هذا وضع الفرنسيين والولايات المتحده الامريكيه وحلفائهم جميعا حقيقه على المحك، وورطة حقيقية ومفاجأة. سيد محمد يعني معذرة، كيف يمكن أن نفهم ما يبدو أنه تناقض في السردية الأمريكية؟ يعني باحث مهم مثل ستيفن بلانك في موقع مهم وكبير مثل هيل الأمريكي يقول فيه بأن هذا الانقلاب هو انعكاس لشعور بالتوسع الإمبراطوري الروسي، بينما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول بأن ليس هناك دليل على أن روسيا متورطة في هذا الانقلاب. كيف يمكن أن نفهم هذا 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 الأمر وهذا الربط تحديدا؟ يمكن فهمه على أنه هي في إطار المخاوف. أنا قلت إنها مخاوف ومخاوف حقيقية. صحيح الأمريكان صرحوا بأنه لا دليل لهم حتى الآن بتورط فاغنر أو أي طرف من الأطراف الروسية فيما جرى في النيجر، ولكنها المخاوف يدركون تمام الإدراك أنه إذا ما خرجت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من النيجر فإن البديل في ظل الضغوط بين قوسين على المجلس العسكري في النيجر، ضغوط إقليمية وعلى المستوى القارة الإفريقية وعلى المستوى الغرب على المستوى الدولي ضغوط، أين ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل هؤلاء الناس؟ سيذهبون مباشرة إلى الشرق بلا شك، رغم أنهم لم يتأكد ذلك. الأمر الآخر إشارة مهمة أن أحد تاليفو مودي احد اعضاء المجلس العسكري في النيجر او في الايام الاولى للانقلاب زار باماكو وزار واغادوغو، وهي عواصم البلدين اللذين يمما وجهتهما شرقا الى الروس، فهذه مؤشرات تقراها الولايات المتحده الامريكيه وجدتها بلا شك بانه اذا ما اصر العسكر المجلس العسكري في النيجر باخراج فرنسا وقطع العلاقات معها فإن البديل سيكون قطعا آخرين، وليسوا آخرين، والآخرين لن يكونوا أبعد من روسيا التي تتربط حقيقة يعني بأنها يكون بأن يكون لها تواجد وتوسيع رقعة النفوذ فيها. نعم، لكن نريد أن نفهم أكثر، ثمة رواية أخرى، وهنا أسأل الأستاذ مختار، في مدينة في تشاد، هو يتحدث معنا طبعا من مدينة أم حجر البطحاء في تشاد، هناك هل يمكن أن نفهم هذا ما حصل الانقلاب في دائرة نيجيرية داخلية انتصارا للسيادة الوطنية، وهي الرواية التي يتبناها المجلس العسكري بعدما صار مجلسا عسكريا وهو قادة الانقلاب، أم يمكن فهمها في إطار أوسع من الجغرافيا النيجيرية وهو بصمة روسية موجودة في هذا الانقلاب؟ أولا أرحب بك وبضيوفك الكرام وبجميع المشاهدين. نعم، بالنسبة لي أنا أنه يعني هذا الانقلاب عندما حدث لم يكن لروسيا فيه أي يد، ولكن هكذا صادف
أن هذا الانقلاب جاء في ظرف كان فيه الشعوب الإفريقية تتوق إلى التحرر جنوب من فرنسا من الهيمنة الفرنسية، الهيمنة الثقافية، الهيمنة السياسية، الهيمنة الاقتصادية، الهيمنة في كل شيء. وصادف أيضا هوى شعبيا جارفا بأن هذه الشعوب الإفريقية تريد أن تتخلص من فرنسا وإلى الأبد، وكانت تعتقد أنها إذا اتجهت شرقا فإنها يمكن أن تجد يعني بديلا لفرنسا يكون نافعا مفيدا ويكون في معه تكون معه شراكة شريفة بعيدا عن الإملاءات، بعيدا عن الاستغلال في كل شيء، استغلال سياسي ثقافي اقتصادي كما عسكري في كل شيء. هذه شعوب مقهورة، وكانت قبل ذلك تعلم هذه الشعوب تعلم أنها مستغلة من فرنسا، ولكن لا يوجد بديل يمكن أن تتعالف معه لتبني نفسها وتقايم النفوذ الفرنسي. لذلك كانت ساكتة النخبة الإفريقية العسكرية والسياسية والشعوب الإفريقية. لكن أستاذ مختار، يعني دعني أحاورك في قضية، يعني عندما تلمح أو تشير إلى أن هذا الانقلاب هو في النهاية يمثل إرادة شعبية بعدما ذهب الرئيس محمد بازوم بالبلاد إلى رهنها إلى القوى الغربية أو هكذا يفهم استبطانا، لكن ألم يكن الرئيس هو تتويجا لإرادة شعبية وصل إلى السلطة بانتخابات؟ نعم أخي الكريم، هذا وحده لا يمكن أن يكون كافيا في هذا الظرف. كان يعني عندما وصل هذا الرئيس إلى السلطة بالانتخابات كان يمكن أن يستمر وينهي فترته الرئاسية يعني دون خلل أو دون أي مشكلة أخرى، لكن صادف أن هذا الظرف كانت فيه الشعوب بطبيعتها انفجرت ضد النفوذ الفرنسي. وأن ربما يعني لا أعتقد أن فرنسا يمكن روسيا يمكن أن تأتي بفائدة أكبر، لكن هكذا تعتقد الشعوب أنهم ملوا من فرنسا، كانت تحليبهم وترضعهم وكانت لا تشبع أبدا. فلذلك في هذا الظرف الشعوب الإفريقية كلها ترى أن كل رئيس حتى لو كان جاء بطريقة شرعية إذا كان متحالفا مع فرنسا فإنها ترى أنه لا شرعية له. والأخ الرئيس بازوم الرئيس السابق بازوم وقع في أخطاء كبيرة، أنه أصبح كأنه المتحدث الرسمي باسم فرنسا، كان يدافع عنها في كل شيء. وكانت هناك ذات مرة عندما غادر الجنود الفرنسيون بوركينا فاسو وأرادوا أن يأتوا إلى النيجر تصدى لهم الشعب، لكن قتل منهم 3 أشخاص بعد وبعضهم جرحوا، وحتى الرئيس رفض أن يجرى تحقيق في هذا الأمر يعني. لذلك كان الشعب منطعد جدا من هذا التصرف، وكان يرى أن هذا إنسان يأتمر بأمر فرنسا، رغم أن الشعب هو الذي جاء به، لكنهم يرون أي الشعب يرى أنه يأتمر بأمر فرنسا. وعسكر عندما عملوا الانقلاب ربما لم يكن في بدايتهم يريدون أن يتخلوا عن فرنسا ويتجهوا إلى روسيا، لكن يعني فرنسا كانت تعتقد أنه مع مرور الزمن يمكن أن ينقلب هؤلاء العسكر ويتجهوا إلى العلاقة مع روسيا كما فعلوا في بوركينا فاسو وفي مالي، ولذلك سارعت إلى الإدانة وسارعت إلى التهديد العسكري، ولذلك عجل العسكر وسارعوا بعداوتهم الصريحة لفرنسا. في, في, في فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، يخشى على النيجر أن تكون بين نارين، إما ديمقراطية تابعة للغرب أو علاقة مع روسيا تحكمها الدكتاتورية. دعني أذهب لو أذنت لي إلى الدار البيضاء لأسأل مرة أخرى الدكتور محمد، انقلاب النيجر هل يمكن أن يكون إدخالا لغرب إفريقيا بشكل رسمي ومباشر ضمن منطقة الصراع على النفوذ الدولي وتحديدا بين روسيا والغرب؟ طبعا هو في الحقيقة ليس انقلاب النيجر الذي سيدخل هذه المنطقة إلى الصراع الدائر بين المنظومتين الروسية الصينية من ناحية والغربية من ناحية أخرى، وإنما الموقع الجيوستراتيجي لغرب إفريقيا وموقعها الاقتصادي، هذا إلى جانب أن الجماعات المسلحة تتموضع في هذه الدول بشكل ملموس، وبالتالي هناك تداخلات معقدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي تجعل من هذه المنطقة اليوم هي منطقة نفوذ أو صراع على النفوذ من طرف هذه القوى. إضافة إلى هذا فهذه المنطقة تحظى بموارد اقتصادية من معادن ومن أراضي صالحة للزراعة إلى غير ذلك، ونستحضر كذلك وكذلك النفط وأنابيب الغاز التي اليوم
يقال أن هناك أنبوب نيجيري نحو المغرب ومن ثم إلى أوروبا، وأنبوب كذلك من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر وإلى أوروبا. يعني هذا الموقع الجيوستراتيجي جعل منها منطقة صراع بين هذه القوى التي تحدثنا عنها. ولكن هذا كما قلت في البداية يجب أن لا يلفت الانتباه عن الوضع المأزوم داخليا. اليوم كما نعلم هناك حكم مدني في أغلب دول الإكواس، والمدنيين يخافون إذا لم يتدخلوا في النيجر ويسهموا في إعادة النظام الدستوري، يخافون أن يتحول هذا إلى 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 نمط، إلى مثال من طرف العسكريين هناك في هذه الدول، وبالتالي نشهد انقلابات عسكرية متتالية. لذلك المدنيين يخافون من هذا، وهذا ما تمخضت عنه هذه القمة التي عقدت اليوم في أبوجا من خلال الاستمرار في المطالبة بإعادة النظام الدستوري أو استعادة النظام الدستوري في نيامي. دول مجموعة غرب إفريقيا أو ما يعرف اختصارا بإكواس وضعت نفسها على مسرح الأحداث بقوة كمحيط جغرافي لما يحصل في النيجر. سنبحث خيارات هذه المجموعة بعد أن انتهت المهلة التي أعطتها لقادة الانقلاب بعد فاصل قصير. بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حديث العرب، والحديث عن دلالات الانقلاب في النيجر ومسارات الأزمة وسط حراك دبلوماسي وتهديد بتدخل عسكري. أستاذ محمد، في إسطنبول انتهت المهلة التي منحتها إكواس للنيجر لقادة الانقلاب في النيجر ولم يحصل شيء، واليوم نحن تابعنا جميعا أن القمة التي استضافتها النيجيريا انتهت إلى فيما يبدو أنه تليين في الخطاب فيما يتعلق بخطاب المجموعة، مجموعة إكواس تجاه قادة الانقلاب، وقالوا نفضل الحل الدبلوماسي مع الاحتفاظ بورقة الخيار العسكري. كيف تفهم من هذا التصريح؟ هل هو يعني خضوعا لمنطق الواقع أم هي مناورة؟ هو طبعا يعني لا خيار عسكري. انا في تطوري الشخصي وقناعتي انه لا يمكن لا 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 تتمكن لا 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 تستطيع ان إكواس تدخل. لماذا؟ لان اولا يعني القوى التي تعهدت بانشائها لمواجهه التغييرات الغير الدستوريه في قرارها كان يعني في قمه ديسمبر 2022، وبالتالي هو محتاج الى ان تبني قوة حقيقيه، والاتفاق على ان هذه لاول مره تتحدث الإكواس عن تدخل في حاله تغيير غير دستوري. كل التجارب السابقه من السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وبعد الالفيه، كل تجارب تدخلاتها كانت عباره عن تسويه نزاعات وتدخل اجاوي، ونجحت في اغلبها. يعني ما كان هناك تدخلات عسكريه محدوده وبطلب من الدول الاعضاء. يعني تدخلت في حاله تغيير غير دستوري واحد، ولم يكن تغييرا عسكريا. هذا كان في كوت ديفوار، في توغو عفوا، في توغو عندما توفى الرئيس
ورث ابنه دون أي إجراء دستوري الحكم. طيب أستاذ محمد، يعني عدم فعالية التدخل العسكري، يعني نفهم أن فرنسا تستشيط غضبا من هذا التغيير بسبب تضرر مصالحها، لكن هل يمكن أن تبين لنا سبب هذه الهبة الإفريقية لإيكوس، مجموعة غرب إفريقيا؟ هو خوف، طبعا هو خوف من أن تتمدد الانقلابات. تخيل أن الثماني انقلابات جرت خلال 3 سنوات، 4 منها في مجموعة الإيكوس. يعني الآن تقترب نسبة الدول التي حدث فيها تغيير الآن من 30% من مجموعة الدول، هذا ما تخشاه هذه المجموعة. الأمر الآخر، يعني تغير الانقلاب، يعني استمرار الانقلابات، تكرار الانقلابات في المنطقة كذلك يجلب معه مزيد من الجماعات المسلحة والمتطرفة والفاعلين غير الرسميين الذين يعني وهي صحراء ممتدة جدا وسهلة الحركة فيها. يعني هناك مخاوف حقيقية من أن تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة لا يستطيع التحكم فيها. تخيل النيجر وتملك أكبر جيش تقريبا في إفريقيا بسكان 200 فوق 210 200 فوق 10 ملايين لا تستطيع السيطرة على بلدها، فما بالك أن تتدخل في دولة أخرى. فحالة الخوف من حالة السيولة الأمنية والفوضى العارمة هو ما يخيف الأفارقة، ولكن ما يخيف الغرب هو حقيقة فقدان هذه الثروات الإفريقية التي يحصلون عليها بالمجان. فرنسا لا تخشى من الديمقراطية في إفريقيا ولا تخاف على الأفارقة من الاستبداد العسكري وما إلى ذلك، لا، فرنسا تخشى أن تفقد ما تبقى من الدول في إفريقيا، وبالتالي تفقد اليورانيوم الذي تأخذه بلا يعني بثمن بخس والذهب والبترول. يعني هناك ثروات حقيقة تأخذها يعني فرنسا وغيرها من الدول الغربية. لذلك لماذا ظلت فرنسا بقواعدها والولايات المتحدة بقواعدها وألمانيا تحتفظ بقوة عسكرية محدودة وكندا وإيطاليا؟ يعني لماذا كل هذا؟ يعني ليس حبا فرنسا تتخذ موقفا صقوريا من قادة الانقلاب. وهنا لو أذنت لي أن أتحول إلى تشاد لأسأل الأستاذ مختار، يعني إيكواس تهدد بالتدخل العسكري، لكن المزاج الدولي ليس على موجة واحدة. أمريكا كما هو واضح من تصريحات كبار مسؤوليها أنها ليست في مزاج يسمح بالتدخل العسكري في النيجر، بينما فرنسا تواصل ضخ الدعاية باتجاه تدخل عسكري. هل يمكن لمجموعة إيكواس أن تتدخل عسكريا بدعم فرنسي دون حماس أمريكي برأيك؟ طبعا أخي الكريم، بالنسبة لفرنسا هي أصابها هوس أو هوس أشبه بالجنون. لماذا أقول ذلك؟ لأنها هي المستفيدة الأكبر من ثروات النيجر ومن يورانيوم النيجر، وخسارة النيجر بالنسبة لفرنسا تعتبر شيئا كبيرا، ليس بالشيء الهين، ليس كبقية الدول، ليس كمالي أو كبوركينا فاسو. النيجر هي يعني صيد ثمين أو يعني خسارة كبيرة إذا فقدتها فرنسا. ولذلك الآن فرنسا تحاول بقدر الإمكان أن تعيد الرئيس محمد بازوم في السلطة، ليس حبا في الديمقراطية وليس حبا في الشعب، وإنما لأنها تعتقد أنها إذا لم تعيد بازوم إلى السلطة فإنها يعني ستخسر وستخرج كما خرجت من مالي وكذلك من بوركينا فاسو. أما بالنسبة للتدخل فيعني لا أعتقد أن الأكواس ستستطيع أن تتدخل وحدها أو فرنسا ستتدخل وحدها عسكريا، لكن إذا اتفقت الأكواس مع فرنسا فأحيانا ربما حتى بدون يعني مباركة أمريكية يمكن أن يتدخلوا. لكن الآن هناك يعني حسب ما نسمع هناك خلافات حتى بين الإقوات. نعم، يعني هناك من يريد التدخل وهناك من لا يرى جدوى من التدخل، ولذلك فرنسا الآن فقط تريد غطاء سياسيا وعسكريا من دول الإقوات. إذا تحركت الإقوات عسكريا يعني فإن فرنسا ستدعمها بكل الوسائل العسكرية، وربما تسبب يعني ليس بالضرورة أن تعيد بازوم، ولكن ربما ستأتي بحليف آخر جديد لها، هذا ما أرى. طيب دكتور محمد، في المغرب يعني الإكواس، دول الإكواس 15 دولة تقريبا، مساحتها الكلية تقريبا حوالي 5 ملايين كيلومتر مربع، أكثر من النصف تمثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي دول يعني على حدود
متحادة فيما بينها وهي مؤيدة للانقلاب في النيجر، وزد على ذلك أنها تضم نحو 70 مليون أو أكثر من 70 مليون فرد من مجموع 300 مليون هو عدد سكان الإيكواس. هل هذه المعطيات تجعل من قضية التدخل العسكري فكرة حيوية بالنسبة لإيكواس؟ طبعا هو يجب أن ننتبه إلى 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 نقطة أساسية. بوركينا فاسو ومالي والنيجر يشكلون كما قلت من ناحية المساحة وعدد السكان إلى غير ذلك، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الدول ليست لها قوة عسكرية كتلك الموجودة مثلا لدى نيجيريا. عدد الجنود يعني تقريبا 10,000 جندي لدى 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 النيجر، وإضافة إلى القوات شبه العسكرية يعني تقريبا 13,000 جندي، 13,000 جندي يعني لا شيء أمام مثلا قوة نيجيريا التي إن تدخلت باعتبارها تقود مجموعة الإكواس مدعومة من السنغال ومن غانا إلى غير ذلك. إن قرروا التدخل فأعتقد أن ذلك ممكن، ممكن من خلال ما يلي. النقطة الأولى، هناك أراضي شاسعة خارج سيطرة لا النيجر وخارج سيطرة طيب. مالي وحتى بوركينا فاسو. دكتور أنا أعتذر منك، مضطر أن أذهب إلى فاصل لأعود أن أستمع إليك يعني بقية كلامك. فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. دكتور محمد، كنت تتحدث عن أن هناك فارق كبير في القوى العسكرية من حيث العتاد ومن حيث عدد الجنود بين نيجيريا والنيجر، لكن حتى لو أرادت دول إيكوس مدعومة من فرنسا التدخل عسكريا، وهو ما رجحه ضيفنا من تشاد بأنه يمكن أن تتدخل إذا ما وصلت فرنسا وفرت الدعم، لكن حتى نيجيريا التي ربما سيكون عليها العبء الأكبر في هذا التدخل العسكري، هناك المجلس الإسلامي اليوم يصدر بيانا بأنه يرفض تدخل نيجيريا التدخل العسكري في النيجر. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الرفض الإسلامي على القرار السياسي في أبوجا؟ حقيقة هناك مجموعة من القوى داخل نيجيريا تعارض التدخل بناء على الامتداد والتداخل القبلي الإثني بين الحاصل فيما بين النيجر ونيجيريا من ناحية، ولكن أعتقد أن نيجيريا هي محكومة بقرار الإكواس يعني الدول ككل، وكما قلت في البداية فهناك حلان أحلاهما مر. إذا كان هناك ليس المشكل في التدخل، قد يكون هناك تدخل خاطف من خلال ضربات جوية مركزة يدفع الجيش في النيجر إلى الانقلاب على المجلس العسكري من خلال صفقة معينة، ويمكن أن يكون حتى تدخل بري. هناك الإمكانات لدى الإكواس بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، هذا موجود، لكن المشكل في التداعيات. المشكل في التداعيات التي ستترتب عن هذا التدخل العسكري من نزوح ومن لجوء ومن هجرة إلى غير ذلك، هذا هو المشكل. المشكل الآخر، إذا لم تتدخل الإكواس ولم يكن هناك حل، فهذا بمنزلة ضوء أخضر للعسكر داخل باقي الدول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. إذن نحن أمام بارادوكس، أمام تناقض معين، فيما المطلوب في اعتقادي هو أن يكون هناك حوار داخلي، ولكن إلى أي حد هناك نخب سياسية وطنية يمكن لها أن تفكر في 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 حل على المستوى الداخلي وليس الارتهان بأجل أجندة الخارج. هذا متعلق بالكيفية التي سيتعامل من خلالها قادة الانقلاب، وهذا ما نبحثه في بعد قليل، لكن قبل ذلك أريد أن أسأل الأستاذ محمد صالح في إسطنبول. يبدو أن الوقت ليس في صالح مجموعة إيكواس، فبدأت بعد الأزمة مباشرة أو بعد الانقلاب مباشرة كانت متماسكة، كان خطابا قويا تلويح بتدخل عسكري عاجل، لغة قوية. الآن بدأت تميل الإيكواس إلى الحل الدبلوماسي، بدأت تظهر أصوات معارضة داخل دول الإيكواس. إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن الآن الإيكواس هي من موقع يقع تحت الضغط وليس قادة الانقلاب؟ كانت تبحث الإكواس أنا في تقديري في الفترة الفائتة منذ الانقلاب وإلى الآن في من تتواصل معه داخل المجموعة العسكرية أو سواء كان أجهزة أمنية أخرى، من تتكئ عليه لفرض وجهة نظر مغايرة التي يقودها المجلس العسكري. هذا أمر. الأمر الآخر،
هناك تجارب. لماذا يتشدد المجلس العسكري في النيجر الآن؟ كيف تعامل الإيكوس مع مالي؟ اتفق معها على فترة لإعادة الديمقراطية، وكيف تعامل مع الوضع في بوركينا فاسو على ذات النمط. هم يدركون، القادة العسكريين الآن في النيجر يدركون أن الإيكوس لم تستطيع أن تفعل أقصى من الحدود العقوبات الاقتصادية والعقوبات الدبلوماسية، المقاطعة الدبلوماسية. لكن حتى هذا، لماذا يبدو، يعني أفهم من كلامك أستاذ محمد، يعني أن التخفيف من هذه العقوبات ضد بلد مثل النيجر هو تقريبا يكاد يكون الأفقر في العالم؟ صحيح، هو الآن هذا إحدى المخاطر، الآن تداعيات الاستمرار والضغط على النيجر. تخيل النيجر تعتمد على نيجيريا في كهربتها بنسبة 70%، وتعتبر تابع بلد تخرج فيه النيجر على مستوى العالم، يورانيوم عفوا، على مستوى العالم، وهي يعني تستجلب كهربائها من نيجيريا. فقطعت في أول يوم، ثاني يوم للانقلاب، نيجيريا قطعت الكهرباء وأصبحت البلاد كلها في حالة كهرباء. هي 40% من ميزانية الدولة تعتمد على الدعم الخارجي أو ما يزيد على ذلك. يعني حالة من الفقر، يعني فعلا مصنفة كأدنى دول العالم نموا، وفي ذيل القائمة، وفي القائمة يعني الرقم الأول في من حيث، بالرغم من وجود الثروات، بالرغم من وجود الثروات في البلاد. طبعا هذا هو الذي دفع، يعني نحن تحدثنا مع باحثين من النيجر وحقيقة أكاديميين أكدوا على أن ما دفع الحرس الرئاسي أو البيج والقادة العسكرية بشكل عام في التشدد على رفض إعادة أو رفض الاتفاقات العسكرية، الاتفاقيات الاقتصادية القديمة مع فرنسا وإلغائها، جاء حقيقة أهم الدوافع فيه هو أن استمرار النيجر كحليف للغرب لا يستفيد منه النيجريون، نعم، إلا من الفقر. هذا طيب. هذا أمر، لكن أخلص لك إلى النقطة الأساسية، وهي أن الإيكواس ليس لديها خيار إلا أن تلين لغتها مع هؤلاء الناس لكي تعيدهم إلى نقطة يمكن التعامل فيها. يعني ليس لديها خيار الإيكواس إلا أن تلين لغتها. وهنا أسأل المختار في تشاد، في مدينة طبعا محجر البطحاء في تشاد، أسأله: هل القادة العسكريون اليوم في موقع قوة أم ما زال من الباكر الحديث عن ذلك، وينبغي أن يتريث في الحكم على قوتهم من ضعفهم؟ أول، القادة العسكريون الآن يعني نستطيع أن نقول أنهم في موقع قوة، ليس لأنهم يملكون أسلحة فتاكة يستطيعون أن يواجهوا بها فرنسا، ولكن قوتهم تكمن في أن الإيكواس لا تستطيع أن تهاجم في هذه اللحظة خشية التداعيات ولضعف الجيش. يعني إذا كان الإيكواس أرادت أن تهجم على النيجر دون تدخل دعم فرنسي أو دعم غربي، فاحتمال أن تفشل الإيكواس رغم قوة نيجيريا الكبيرة، ورغم يعني أن هناك دول أخرى تساعد يعني تدخل ضد النيجر، لكن إذا دخلت هكذا دون دعم فرنسي فإنها ستفشل. يعني ثم إن دعني أحرر معك هذه النقطة أستاذ مختار، دعني أحرر معك هذه النقطة بالذات. أنت تقول بأن المجلس العسكري أو قادة الانقلاب وصاروا مجلسا عسكريا هو في موقع قوة، كيف عليك مشاهد الآن أن أفهم أن قادة الانقلاب في موقع قوة في الوقت الذي فيه جل اعتمادهم من الكهرباء على نيجيريا، وجل اعتمادهم في الأموال على أمريكا وفرنسا، وأسقطوا الاتفاقيات مع الفرنسيين، وبلد فقير ليس فيه نمو، من أين تأتي القوة؟ أخي، نحن الآن ليس في الوقت الذي فيه القطب الواحد هو المسيطر. الآن هناك تعدد أقطاب، هناك الصين، هناك روسيا، هذه لا يمكن أن تنتظر من أمريكا لكي تسمح لها بمساعدة النيجر، إنما تستطيع أن تتعامل مع المجلس العسكري مباشرة، ويمكن للمجلس العسكري في النيجر أن يتعب أيام أو أسابيع ثم بعد ذلك تنفتح عليه الدنيا من الدول الشرقية كالصين وروسيا، يعني ويترك تلك المساعدات الغربية نهائيا، ويمكن أن يعوضها بالدول الشرقية. هذا يعني هذا يمكن أن يحدث، لذلك المجلس العسكري في موقع قوة الآن. ولا تنسى أن الرئيس أيضا بقبضته
فاحتمال انه اذا شعر المجلس العسكري بتحرك من الاكواس يمكن ان يقتل الرئيس، وقد حدث فعلا بذلك، قال انه اذا شعر يعني اذا تحركت الاكواس انه يمكن ان يعدم الرئيس. وهذا ايضا يعني يمثل موقع نقطه قوه بالنسبه للمجلس العسكري. وكذلك مالي وبوركينا فاسو انهما رفضتا ان يقفا الى جانب الاكواس فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصاديه. يمكن للمساعدات ان تاتي عن طريق بوركينا فاسو، ويمكن ان تاتي عن طريق مالي، وتاتي من الدول الشرقيه كالصين وروسيا كما ذكرت. لذلك الان يعني المجلس العسكري في موقع قوة، والإكواس هي التي في موقع ضعف، لأنها لا تستطيع أن تتدخل، واحتمال أنها إذا تدخلت ستتسبب في مثلا إعدام الرئيس من قبل الإنقلابيين، واحتمال أن الانقلاب تدخلها لا ينجح، واحتمال أنه إذا نجح فإنه يعني يأتي بتداعيات عكسية، ينتشر السلاح، ينتشر الفساد، ينتشر الإرهاب، ينتشر كل شيء ينتشر. ولذلك الآن هناك خلافات حادة بين الإكواس بسبب هذه النقطة تحديدا، أنهم يقولون، بعضهم يقولون أنه إذا تم التدخل ضد المجلس العسكري باحتمال أنه إذا انهارت الدولة يمكن أن يحدث ما يحدث، ويمكن أن يعني يتوسع الصراع أو الفوضى، يمكن أن يعني يلحق ضررها دول الجوار أيضا. ولذلك هذا الآن الذي يخيف دول الإكواس، إضافة إلى خوفها من احتمال فشل التدخل العسكري ضد المجلس العسكري في النيجر. طيب، مجموعة دكتور محمد، مجموعة من الاحتمالات تحدث عنها مختار في تشاد، ضمن هذه السلسلة من الاحتمالات ما المسار الذي ستسير فيه أو من المتوقع أن تسير فيه الأحداث في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالنيجر؟ أعتقد أن المسار سيتجه أو المسار يتجه بشكل أو آخر نحو عقد صفقة سياسية من مخرجتها مرحلة انتقالية ثم انتخابات سابقة لأوانها. أنا لا أفترض أن المجلس العسكري بإمكانه أن يبقى إلى الأبد، لأن حتى عندما نتحدث عن بوركينا فاسو أو مالي فهما دولتان فاشلتان، يعني لا يمكن له أن يستقوي بمالي أو ببوركينا فاسو إطلاقا. وإلى حدود الوقت يعني لا توجد أدلة على أن روسيا تسعى إلى التدخل بشكل عسكري، وحتى على مستوى الارتباطات فيما بين النخب إلى غير ذلك، لأن نيجيريا ليس مطروحا تدخل روسيا وإنما فاغنر. فاغنر نعم، ولكن فاغنر تتدخل في محاربة الجماعات المسلحة، هذا 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 ما تسوقه، ولكن مواجهة مباشرة مع الغرب لا أعتقد. وحتى إن تدخلت لن تكون لها تلك القوة. لكنها تدخلت فاغنر، واجهت الغرب في أوكرانيا. نعم في أوكرانيا، لأنها مدعومة من روسيا. ولكن في إفريقيا أنت تعلم أن الإكواس إذا ما تدخلت بقوتها إلى غير ذلك، وهي اليوم رغبة أنها يعني عفوا دكتور محمد، ما الذي يمنع موسكو من مواجهة الغرب في إفريقيا وهي يضغط عليها في موسكو وفي أوكرانيا؟ لا أعتقد أن روسيا بإمكانها أن تفتح أو هي في حاجة إلى فتح جبهة جديدة عسكرية تحديدا في إفريقيا. هي لها جبهات اقتصادية وهذا لا نقاش فيه كما قلت، وهذا يجد موطى قدم في الوعي الشعبي الناشئ المعادي للغرب والمعادي لفرنسا بصفة خاصة، هذا حاصل موجود. ولكن أن تتدخل بشكل عسكري في منطقة موبوءة يعني فيها دول فاشلة إلى غير ذلك، وفيها قواعد يجب أن ننتبه إلى أن هناك 1500 جندي بينهم أمطار مع القصر الرئاسي في نيامي إلى غير ذلك. فرنسا لها قواعدها في الغابون، لها قواعدها في السنغال، لها قواعدها في جيبوتي إلى غير ذلك. هذه المنطقة يعني من ناحية أنا أعتقد أن الحلول العسكرية المناهضة للتواجد الغربي لا أعتقد أنها مجدية. أعتقد قد تكون الدبلوماسية، قد يكون الشعب، وحتى الشعب الذي نقول أنه يحتضن الإنقلابيين أو يدعمهم هذا غير واضح بشكل دقيق جدا، لأنه 30,000 يعني ليست هي 100,000، أو هذا لو مثلا وقفنا على احتجاجات أو مسيرات فيها 80,000 أو 100,000 محتج متظاهر إلى غير ذلك تؤيد المجلس نقول له مشروعية جماهيرية، ولكن 30,000 استاد رياضي إلى غير ذلك هذا لا أعتقد أنه في الحقيقة يكفي أو يعطي. طيب، مشروعية لا أعتقد. سيد محمد، في إسطنبول هناك تناقضات دولية فيما يتعلق بالموقف من النيجر، كيف يمكن للمجلس العسكري الآن في النيجر أن يشتغل على هذه التناقضات بما ينتهي إلى الوجهة التي هو يريدها؟
وصحيح أن المجلس العسكري موقفه قوي لجهة أنه ليست هناك خلافات داخلية في النيجر ما بين الحجد العسكرية والأنوية الصلبة في الدولة، ولكن يصعب أن يستمر. لذلك سيستفيد إذا هو كذلك يحتاج أن يلين موقفه إلى حد ما في التعامل مع الوضع الدستوري، ذلك لأن الدول الغربية تحديدا لن تسمح بالتعامل معه مع أي جهة عسكرية ما لم تتغير. ويصعب الآن العودة إلى السكنات وإعادة محمد بازوم، وبالتالي الحل الذي سيطرح حتى يكون مقبولا لدى الجميع، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تضغط على المجلس العسكري حتى لا يذهب بعيدا إلى موسى مباشرة، لكن ربما وما يزال يتمسكون بالأمل الدبلوماسي. فلذلك الحل الذي تحدث عنه الدكتور محمد عند ضيفك في المغرب هو الحل الأمثل والحلول التي عهدت أن تقوم بها في مثل هذه الحالات. نحن نتحدث عن حالة كاملة الانقلاب وبلد الجيش كله متماسك، ليس فيه نزاع، ليس فيه طرفين متنازعين، ليس هناك حل إلا أن يتفق الإكواس والاتحاد الإفريقي على فترة انتقالية على صفقة سياسية كما تفضل، وفترة انتقالية يعود فيها الجيش إلى سكناته العسكرية وتأتي حكومة مدنية، ولكن بعد أن يتحقق إن لم يكن كل جزء كبير مما ذهب خرج من أجله العسكر، وهو تقليص وتقليل النفوذ الغربي عند فرنسا تحديدا والذي يستهلك كل الموارد. بالمناسبة مهم أن نذكر هنا أنه في سابق الأزمان في النيجر عندما حاول بعض الرؤساء في النيجر تعديل الاتفاقات التي يعتبرونها جائرة بين قوسين مع فرنسا، قامت فرنسا بالانقلاب عليهم وغيرت أنظمتهم. هذا ما تختزنه الذاكرة في النيجر. لذلك إذا ما تم التعديل فإن ربما لا يطلبون فرنسا، ولكن تعديل الاتفاقات هذه الخيارات التي قد تكون لفرنسا أيضا مخرج، ولكن ليس هناك مخرج غير أن تكون هناك صفقة يعود فيها الوضع الدستوري بعد فترة انتقالية يتفق عليها كما حصل في مالي وفي بوركينا. طيب أنا أذهب إلى تشاد مرة أخيرة. سيد مختار، فيما يبدو أن الهدف النهائي أو الأهم أو الأكبر من هذا الانقلاب هو قطع الطريق على فرنسا في النيجر، بسبب ما يراه الانقلابيون بأن فرنسا امتصت دماء النيجر والبلد ما زال في حالة فقر بالرغم من وجود ثروات. هل يمكن القول بعد هذا الانقلاب أن مستقبل فرنسا في النيجر انتهى؟ هذا يعني يرجع إلى كيف تتعامل فرنسا وكيف يعني ستتعامل دول الإكواس والدول الغربية مع المجلس العسكري. إذا يعني لم يضغطوا بشدة وتراجعوا عن ضغطهم الشديد على المجلس العسكري وتراجعوا عن تهديد المجلس العسكري بالقوة وتفاهموا معه، فيمكن أن يعني تبقى مصالح يعني بسيطة، وإن لم تكن يعني كل المصالح التي كانت يعني فرنسا يعني تكسبها في النيجر. لكن إذا ضغطوا على المجلس العسكري وبضغط شديد وبعد ذلك يعني أو تسببوا بضربات عسكرية أو كذا، فإنه يمكن لفرنسا أن تخرج من النيجر وإلى الأبد. لكن هناك نقطة أخي الكريم، أن الشعوب الإفريقية بما فيها شعب النيجر يرون أن فرنسا لا ينبغي أن تكون في إفريقيا بعد الآن، حتى إذا كان هؤلاء العسكر أرادوا أن يعني يحافظوا على يعني شعرة معاوية أو نقول حبل الوصال بين فرنسا وبين المجلس العسكري، فإنهم سيفقدون شعبيتهم. ولذلك حتى إذا كانوا هناك حول مثلا من قبل العسكر للوصال مع فرنسا فإنهم سيفقدون التأييد، ولذلك فيصرون على ما أعتقد على طرد فرنسا يعني. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. في نهايتها أشكر ضيوفي في المغرب الدكتور محمد الشيخ بانان، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة ابن زهر المغربية، وكذلك كان معنا عبر الهاتف المختار وداعة الله المحلل السياسي، وكان معنا من مدينة أم حجر البطحاء في تشاد، وشاركنا عبر سكايب أيضا من إسطنبول محمد صالح مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات. في حراسة الله.